30 عاما انتظرته حتى أتى إلى هذه الدنيا بعد عملية زراعة، وها هو رصاص الاحتلال الغاشم يختطفه منها. فراقه صعب، لكن شهادة خياره بعد أن طلبها لعامين وتواجده في منطقة المواجهات أمام معسكر بيت إيل المقام على أراضي مدينة البير المحتلة منذ بدء انتفاضة القدس ما هو إلا دليل على ذلك. محمود أوري اليوم الثرى، والدته تقف الآن على باب غرفته وتشهق ألما ومعاناة. نبال فرسخ رافقت موكب تشييع جثمان الشهيد محمود عليان وبكته كما بكاه كل الصحفيين ممن اعتادوا إجراء المقابلات معه في الميدان، وعادت بالتقرير التالي. لا أحد يصدق أن محمود الشاب النشيط كثير الحركة هو اليوم جثماناً ساكناً، أما والدته فوجع الفراق قاسياً عليها، وهو بكرها الذي انتظرته 30 عاماً قبل أن ترزق به. فيوم ولادته عمت الاحتفالات البلدة جميعها تماماً كما اليوم حيث زفته شهيداً. محمود كان يضحي في حالة مشان الناس مشان الأقصى. اسأليها، كم تليفون كنت أحكي لابنها، أحكي لما تخليش محمود يطلع يا خالتي. كل يوم كان يحسني كلبي إن محمود يا ابن سجن يا بنت يا بتصوب. كل يوم كنت أرن عليه 20 مرة باليوم، فيش دكتور في فلسطين وفي عمان ما شافنيش إلا تجبت محمود. 30 سنة لما أجا محمود. لما أجا محمود كان عرس زي يوم استشهاده بالضبط. الشهيد محمود سعيد عليان ابن 20 عاماً من بلدة عناتة شمال شرقي القدس المحتلة، شاب وطني مقبل على الحياة ومتحدث، كان كلامه دائماً مفعماً بحب الوطن. فحينما التقيته صدفة في أحد شوارع مدينة رام الله وسألته عن العيد في فلسطين أجابني دون تردد. إذا إنه احتلال، غصة قلب، وجع شهيد. عيدنا وفرحنا الحقيقة لما الاحتلال يطلع من عندنا، هذا هو عيدنا وفرحنا، لما يضلش ولا صهيوني موجود في فلسطين. محمود يتيم الأب، كان يدرس التمريض وقد أوشك على التخرج، كان حاضرا دائما في كل المناسبات الوطنية، في المسيرات والمواجهات وجنازات الشهداء، ولكن 11 من الشهر الحالي وضع حدا لحياته، حيث أصيب برصاصة معدنية في المواجهات التي اندلعت عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة ليستشهد بالأمس. انت احتلال خاسئ، لا تستطيع عمل أي شيء من الأحوال، لأن احنا واقفين هان، احنا واقفين هان صمود، زي ما أجدادنا وأبواتنا صمدوا في وجههم، احنا راجعين نصمد في وجههم ونطلعهم من أراضينا في الحجر اللي هو مرعبهم، أو في السكين اللي هي مسويت لهم زلزال. صار بكل دار شهيد أو اثنين، في كل بلد في شهيد، في كل قرية في شهيد، كل يوم في تشييع شهيد، صرنا الظهر نشيع شهيد والعصر نشيع شهيد، بفكروا إنه خلص إنه لما يبقى ما يستشهد عندنا حدا إنه راح نوقف، بالعكس بيعرفوش إنه راح نزيد بزيادة. رجع الخير يا عين لا تدمعي له فوق كتاف رفقات وأم حبيبي. دائما كان في الميدان، فيش مناسبة، فيش شيء وطني كان إلا هو أول واحد، طول عمره أول واحد، طول عمره أول مبادرين، الله يرحمه، طلب أولاده. رح نوقف بوجههم بالحجار اللي هي مرعبتهم، عملت لهم هبل جنون، صدقت يا محمود، فحجارتك أرعبت المحتل الجبان الذي قنصك غدرا لتلتحق بركب الشهداء الذين لطالما احترق قلبك عليهم وتغنيت ببطولاتهم دون أن تعلم أنك يوما ما ستكون الشهيد الذي أحرق قلوب الجميع. من بلدة عناتة قضاء القدس المحتلة، نبال فرسخ، رؤيا.